مفهوم؟ نعم، هذا يقول لعب، هذا استهزاء. اجلس. طيب، تكبيرة الإحرام في الفريضة وفي النافلة. في الفريضة والنافلة. في الفريضة والنافلة. أكمل؟ لا. هذا يصلي خلف الإمام. ولن يكبر للإحرام. لأنه يصلي خلف الإمام. ما حكم صلاة هذا؟ هذا لا. يا أخي يصلي خلف الإمام، إنما جعل الإمام تأتم به. كيف وإن كان؟ يصلي خلف الإمام، كبر قال الإمام يكبر عني، اقرأ الفاتحة قال الإمام يقرأ عني. يصح؟ لا ما الإمام ما يتحمل الأركان. مفهوم؟ الإمام يتحمل الأركان؟ ما يتحمل الأركان. إذا لم يقرأ الفاتحة أصلاً، إذا لم يكبر تكبير الإحرام، لم يكبر في الصلاة أصلاً. بعد قراءة الفاتحة. اصبر معي. نعم. أجلس. من يقرأ الأركان؟ نعم يا أخي. بسم الله. قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. كم آية من الفاتحة؟ كامل. لابد أن أقرأ الفاتحة كامل. مرتبة؟ لابد من قراءة الفاتحة أقول كامل. ما يترك منها شيء. مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها. لا يترك منها شيء. لو ترك منها شيء صلاته باطلة في الفريضة أو في النافلة. الفريضة والنافلة. يا أخي هي نافلة. عبادة كما يشاء. لابد. في الحرة أو في السفر. في الأولى أو في كل ركعة. في كل ركعة. في السرية وفي الجهرية. وارجع. إذا لابد من قراءة الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وأحكامها في الفريضة أو في النافلة أو في الحرة أو في السفر أو في كل ركعة. إلا أن إذا دخل إلى المسجد أو دخل في الصلاة وكان مسبوق وجد الإمام راكع يركع والركعة تحسب له. بماذا؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ فتح الله عليه. بعد هذا أركان. إخوان أركان الصلاة. هذا الشيء. سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده للإمام المأمون. اجلس. الركوع. الركوع. للإمام المأمون. اجلس. ما قال الإمام المأمون يا رب؟ قال هو المؤلف؟ مؤلف. ما قال؟ هذا سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. في واجبات الصلاة. يلا وقف مرة أخرى. الآن تحضر إن شاء الله. من الأول أركان الصلاة. قيام مع القدرة. قيام مع القدرة. قراءة الفاتحة. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. الركوع. الركوع. الرفع من الركوع. الرفع من السجود. على الأربع السبعة. على الأربع السبعة. نعم. الرفع من السجود. الرفع من الجلسة بين السجدتين. سبحان الله، ما الفرق بين الجلسة بين السجدتين والرفع منه؟ لماذا هناك في أول الأمر قال الركوع ثم الرفع منه، وهنا قال السجود على السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين؟ ما كان يكفي أن يقول الرفع منه أو الجلسة بين السجدتين؟ لماذا قال الرفع منه ثم الجلسة؟ زائد هذا لعلك مخطئ. واحد، في أول في القيام قال الركوع ثم الرفع منه ثم السجود على السبعة ثم الرفع منه والجلسة بين السجدتين. لماذا هنا أراد الجلسة بين السجدتين لم يكتفي بالرفع منه؟ لماذا؟ واحد إذا أنت واحد. نعم، لأن في ركعة واحدة سجدتين. ما قال سجدتين الركعة الأولى الجلوس. نعم. حتى لا يرفع واقفا. الله يفتح عليك. فتح الله عليك. من قد يرفع من السجود للقيام. أراد أن ترتفع ثم تجلس. الله يفتح عليك. نعم هذا تصح. طيب.
ثم الجلسة بين السجدتين. سجود على السبع. يا أخي ما تصلي؟ شوف أنت تصلي إيش تصح؟ لا يا صحبها. أجلس. نعم. الطمأنينة في جميع الأركان. الطمأنينة هو أن يطمئن، وتحصل الطمأنينة بقول الذكر الواجب في كل ركن من الركعة، يعني في الركوع قال سبحان ربي العظيم في الغالب أن حصل الطمأنينة، في السجود قال سبحان ربي الأعلى في الغالب حصل الطمأنينة. خرج بهذا من لا يطمئن في الصلاة ينقل الصلاة نقل. مفهوم؟ نعم. الترتيب بين الأركان. ترتيب بين الأركان. مثلا أول شيء سجد ثم بعد هذا ركع. مثلا. طيب بعد. التشهد الأخير. خارج بهذا التشهد الأول. التشهد الأول واجب سيأتي معنا إن شاء الله. الجلوس له. لماذا يقول التشهد الأول الجلوس له؟ حتى لأنه قد يتشاهد القائم الرافع والساجد والجلوس له. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق؟ في فرق؟ هل هناك فرق بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية؟ نعم فرق. الصلاة الإبراهيمية ركن؟ هذا فيه ان الحنابلة يعني يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الصلاة الإبراهيمية ركن، هاي الوهابية قال عنها صح؟ اي نعم. بعد هذا تبطل الصلاة بترك الصلاة الإبراهيمية، هذا دليل المحبة. هذا نعم. التسليمتان فتح الله عليك. من يعد الأركان؟ قيام مع القدرة. قيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. فاتحة. قراءة الفاتحة. الركوع. ركوع. أو الركع من الركوع. نعم. على راس سبع. الركع من السجود. نعم. جلس بين السجدين. سجود مرة أخرى. قال سجود مرة أخرى. في جلستين. نزل من الفاتحة. عندما قال السجود على راس سبع يعني الاولى والثانية. بعد هذا لا الطمأنينة والتوقيت صوتك باطل. اجمل الله نعم. قيام مع القدرة. قيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. الركوع. ركوع. الرفع من الركوع. الرفع من. السجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة. الرفع. الرفع. الجلوس بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين. الطمأنينة. الطمأنينة في جميع الأركان. الترتيب. الترتيب. التشهد الأخير. التشهد الأخير. الجلوس له. والجلوس له. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة على الغالبية. هذا العلم. كم؟ أربعة. في جميل؟ لا بس قل نعم. استغفر الله. قل نعم. قل نعم في دليل كل ركن من اركان ذكر العلماء رحمه الله تعالى له دليل بالادله. نعم ادله. طيب واجبات الصلاه. واجبات الصلاه اخوان. بسم الله. التكبيرات كم واجب الصلاه؟ هذا العلم، هذا هو العلم. سبع وتخصيص. قال الشروط كم؟ تسعة. أركان واجبات. هذا العلم، بهذا يضبط العلم. نعم ثمانية. بسم الله. تكبيرات على الإحرام. جميع التكبيرات على تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام هي من الأركان. ركن. فتح الله عليك. إذن تكبيرة الركوع. تكبيرة السجود، الجلسة بين السجدتين، هذا كله من الواجب. نعم.
قول سمع الله لمن حمده. قول سمع الله لمن حمده يا أخي، هذا ذكرته. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. ربنا ولك الحمد للجميع. قول ربنا ولك الحمد للجميع. نعم. قول سبحان ربي العظيم في الركوع. سبحان ربي العظيم في الركوع. عندي سؤال. معلش انتظر من حالي. هذا الأخ في السجود في الركوع قال سبوح قدوس رب الملك توبح. الله أكبر ركع سبوح قدوس رب الملك توبح. سمع الله لمن حمده. صلاة. ما حكم صلاة هذا؟ صحيحة. ثبت دليل من الله. خليك غلب. نعم. أيضا صحيح. مثله صحيح أولا. غلب. نعم. في الفريضة غير صحيحة. وفي النار غير صحيحة. نعم. نعم. إذا سهوا يجلس للنساء وتعمد بطل الصلاة. فتح الله عليه. إذا متعمد فالصلاة باطلة. إذا متعمد فالصلاة باطلة. خارج بهذا الجانب. قول سبحان ربي العظيم مرة واحد يقول واجب. لماذا قال قول سبحان ربي العظيم؟ لأنه لو قال غير هذا من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلاة باطلة. لابد يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم في الركوع، ولابد أن يقول مرة واحدة في السجود سبحان ربي العظيم، ثم يزيد بما ورد سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا. نعم، إذا ترى قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع متعمد عامد عالم فصلاته باطلة، لأن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب من واجبات الصلاة ويزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يذكر العلماء من الزيادة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم في الملك والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يأتي بعد قول مرة واحدة أو أكثر أشكر. مفهوم؟ هذا أريد أن أصل إليه. لابد وجوبا من قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ويزيد بما ورد الثانية أو وبحمدك أو سبحانه القدوس أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. مهم هذا أن يفهم. طيب لا لا ما النقاش لا قبل. لا لا كلمة خطأ. هذا أنا صار. إذا كان عامل فالصلاة باطلة. نعم. إذا لابد في الركوع تنتبه أن تقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم، ثم تزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا في السجود مرة واحدة وجوبا قول هذا النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل؟ دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم، اجعلوها دليل الوجوب. وغير هذا على من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ نعم. اتركنا بذكرنا بالتعالى بين الواجبات. إذا قول سبحان ربي العظيم. نعم. وسبحان ربي الأعلى. في السجود. ورب اغفر لي بين السجدتين. مرة واحدة إذا قال بين السجدتين رب اغفر لي حصل الواجب. يزيد بما ورد. صح؟ رب اغفر لي رب اغفر لي. طيب قال رب اغفر لي ولوالدي يصح ولا يصح؟ ثم قال ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي. يعني في المرة الأولى قال؟ قال رب اغفر لي وثم قال رب اغفر لي ولوالدي يصح ولا يصح؟ لا يصح. ما تبغى تطلع لوالديك الله يهديك. الصلاة العبادات وقفية. الصلاة دعاء يا أخي. مصطلح لغة الدعاء؟ أي نعم. طيب ما قال رب اغفر لي ولوالدي؟ ما يدعي لوالدي؟ ندعو في موطن الدعاء. وهنا؟ هنا لا ندعو. بدعة. اي نعم. طيب فتح الله عليك هذا التاسع. نعم. والتشهد الاول والجلوس الثاني. التشهد الاول خرج بعد التشهد الاخير. والجلوس الاعلى ما قال يتشهد وهو قائم. هاي ثمانية؟ عيد من جديد. جميع تكبيراتنا على تكبيرة الاحرام. طيب. قول سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد. نعم. قول ربنا ولك الحمد للجميع
سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة مرة واحدة قول سبحان مرة واحدة سبحان ربي العظيم وبين السجدتين مرة واحدة رب الكل وزيد بما ورد التشهد الأول والجزء الله تعالى نعم بس في واجب شيخ واجب الاستعادة من الأربع ليس في الواجب جنس بعد مبطلات الصلاة الذي لا يعرف المبطلات قد تكون صلاة باطلة هو لا يعرف لا يعرف مبطلات الصلاة أهم من السنة والله نعم ما يعرف مبطلات الصلاة أخوانا إنا لله قد تأتي المبطلة تكون صلاة باطلة نعم الكلام مع العلم الكلام مع العلم الكلام العلم العلم مع العلم والذكر أربع أشياء علم جديد الكلام الكلام العمل العمل مع الذكر مع العلم والذكر نعم أما الناس أحسنت هو هذا حاصل يخرج كل شيء تكلم متعلم عالم وذاكر فصلاته باطلة خرج بها ما لو تكلم ناس فصلاته هذا يصلي ودخل هذا دخل غرب وقال له مرحبا ثم انتبه فصلاته صحيح كلام العمد التعمد مع العلم والذكر لو تكلم وهو جاهل تحريم الكلام في الصلاة كيف تتكلم معاذ بن حكم السلمي رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وصليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل في القبر فقلت له يرحمك الله فأخذ الصحابة ينظرون إلي يشتتونني لكنني ما سكت فقلت واثق لهم يا رب ما لكم تنظرون إلي فأخذ يضربون على أبخالي يشتتونني ولكنني سكت فعندما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال فوالله اليوم يدق جوال أو يتكلم أحد يعني إخوان الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض ارحمكم من في السماء صحيح يعني هل يعني ما مر عليك يوم من الأيام دخلت إلى المسجد وكان الجوال يدق كل واحد يحدث من هذا فإذا حدث شيء قال فوالله ما زجرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني أقل شيء كان ينظر إليها صحيح نعم فما صنعنا هذه الأمور كلها فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء ولوالدي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والشكر لا يصلح فيها من كلام الناس شيء إنما هو التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن تكلم هنا في الصلاة جاهل تكلم لمصلحة الصلاة الإمام هدانا الله إياه قابل الثالث سبحان الله هذا يسبح له ركع فهذا يسبح له قال سمع الله لمن حمده يسبح له ورجع للقراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماذا يصنع؟ يكلمه مفهوم؟ هذا نبه الآن ينبع عيران لما نبه بالتسبيح ما انتبه يكلمه نعم يكلم أما الدليل؟ حديث اليدين كلم النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ في الصلاة لأنه لم تنتهي الصلاة هذا كلام في الصلاة وبنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام نعم طيب إذا الكلام العام خرج بهذا الجاهل والناسي ومن تكلم لمصلحة الصلاة صلاة صحيح نعم ضحك نعم الضحك والصلاة ضحك الضحك نعم الأكل والشرب أخذ الشرب انكشاف العورة
شنو العوام؟ الانحراف عند القبلة. طيب العابة كثير من توالي العوام هذا غير حالة انتقال الطهارة. انتقال الطهارة هذه كم؟ ثمانية. أكيد؟ طيب قبل هذا أصلا أن نأخذ الحركات في الصلاة. الحركات في الصلاة، الحركات في الصلاة خمسة. كم؟ حركات في الصلاة خمسة. حركة مكروهة، حركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة مستحبة، وحركة واجبة. كم؟ خمس حركات. حركات في الصلاة خمسة. محرمة، مكروهة، مباحة، مستحبة، واجبة. الحركة المحرمة، الحركة الكثيرة المتوالية عرفة لغير حال، حركة وكثيرة ومتوالية في العرف، يعني تنظر إليه كأنه غير مصلي لغير حال، وهو يصلي. أخرج الجوال وأخذ ينظر، من يتصل علي أنا أصلي؟ وأخذ ينظر في الجوال ولعله يرد بلسان وكذا، فهذا تنظر إليه كأنه غير مصلي، حركة كثيرة متوالية عرفا لريحان. خرج بهذا الحركة القليلة، الحركة القليلة لغير حاجة مكروهة، حركة يسيرة لكن لغير حاجة هذه ايش؟ مكروهة. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة محرمة. حط الإصبع ضحك الأكل والشرب يضع هنا، يعني سندويش مثلا، وهنا يجلس وآخذ يأكل يشرب، موطن الصوت، التفات، حركة كثيرة، التفات على القبلة، التفات يسير مكروه، كثير موطن الصوت. طيب، حركة مكروه أخذ، حركة يسيرة غير متوالية، لغير حاجة. الحركة التي تكون لحاجة حركة مباحة. هذا الأخ صلي، سقط من جيبه شيء من النقود. خاف عليه من السلف، أخذ النقود وضعه لي، يصح؟ صح ولا أشكر. حركة يسيرة للحاجة، نعم تشرب؟ نعم. دق الجوال فأدخل يده في جيبه بأدنى حركة وأغلق الجوال، يصح؟ يصح. يصح لا أشكر. حركة مستحبة سد الفرج مثلا، الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، والحركة الواجبة الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة. الآن وهو يصلي قلنا سقط على بدنه على غترة نجاسة، نظر إلى الضراء، مفهوم؟ بول الضراء ملك الرحمة، ماذا يصنع؟ هنا عنده حركة واجبة وهي خلع الغترة هذه، مفهوم من الصلاة؟ مفهوم؟ طيب إذا هذه الحركات خمس حركات، راجعوا لنا ما أخذنا إن شاء الله تعالى بعد الإفطار، تكتب لنا الاختبار، اختبار الصلاة الثلاثة من قاعدة أربعة. طيب مجرد ما يكون من الاختبار تسلم الأوراق للمسؤول. بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى نختبر فيما أخذنا في شروط لا إله إلا الله، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مبطلات الصلاة، ثم سنن الصلاة إن شاء الله تعالى ندخلها مع تطبيق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.